السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بنتقدم بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته اللي أطلقها لرعاية للعلاج توفير العلاج لمرضى ضمور العضلات الشوكي. طبعا دي حاجة كويسة جدا وخطوة مهمة إن الرئيس السيسي يستجيب لمناشدتنا كحملة مرضى ضمور العضلات، فدي حاجة كويسة جدا بنشكره عليها، ويعني حاجة أفرحت قلوبنا جدا. فبننتهز الفرصة وبنطالب السيد الرئيس إن في أنواع أخرى. هو قال طبعا العلاج هيبقى للأطفال اللي هي تحت سنتين من ضمور العضلات الشوكي، في أطفال تانية فوق السنتين برضك محتاجين العلاج، وبرضك ما عندنا اللي هو ضمور العضلات الدوشية ده تحت ضمور العضلات، ده علاجه بره 4 فقرات من العلاج بره. نتمنى ان العلاجات دي تبقى موجوده برضه بالاضافه للعلاج اللي السيد الرئيس وافق عليه. ونتمنى ان شاء الله باذن الله العلاجات دي تبقى موجوده، ونتمنى يبقى في انشاء مستشفى لعلاج مرضى ضمور العضلات. كان معكم احمد عجاج، منسق عام حمله مرضى ضمور العضلات.